بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وشاد جلالته رعاه الله في هذه المناسبة الوطنية بمستوى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء مستمر ومتصاعد على كافة الأصعدة والمستويات مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية المتجذرة عبر الزمان بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والارتقاء بها الى افاق ارحب واشمل بما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين